حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، سألني أحد الإخوة، وهذا السؤال تكرر كثيرا، عن آيات لتيسير الزواج. نحن قلنا مرارا وتكرارا القرآن العظيم فيه كل شيء. الله تبارك وتعالى قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن هذا الكتاب فيه تبيان. فهناك آيات للرزق، آيات للهم، آيات للشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. موضوع الزواج أيها الأحبة هو بيد الله. ينبغي أن نعتقد أن هذا الموضوع هو بأمر الله عز وجل وبيده سبحانه وتعالى. ليس المهم موضوع أن تتزوج أو أن تتزوجي أو لا، المهم أن يكون الزواج فيه مودة ورحمة. هناك آية عظيمة أنا أنصح بقراءتها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ماذا بعد ذلك؟ الشرط الرئيسي أيها الأحبة: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المودة والرحمة هو الأساس. فعندما ألتجئ إلى الله عز وجل وأقرأ هذه الآية في سورة الروم، ثم أقول: يا رب هب لي ما تشاء وبالشكل الذي تشاء وبالشكل الذي يرضيك عني، ثق تماما أن الله سيختار لك الخير. هناك آية عظيمة أيضا من أواخر سورة الفرقان. الآيات كثيرة أيها الأحبة، ولكن هناك آيات مهمة فعلا. قول المؤمنين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هذه آية أيضا للزواج وما بعد الزواج، أن يكون هذا الزواج، هذه الزوجة قرة عين، تكون قرة عين لك، أو يكون هذا الزوج قرة عين لك، هذا أهم من الزواج أيها الأحبة. وأن يعطيك أو يعطيك الله الذرية الصالحة التي عندما تنظر إليها تسر وتقر عينك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هناك آية أيضا أختم بها لكي لا أطيل عليكم، والآيات كثيرة، ولكن هذه الآية قالها سيدنا موسى عليه السلام، وهو الذي كلمه الله. انتبهوا أيها الأحبة، هذا النبي الكريم علمه الله علما من عنده. عندما رأى تلك المرأة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ابنة سيدنا شعيب، النبي شعيب عليه السلام، عندما سقى لهما ثم تولى إلى الظل، ماذا قال؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ثمان كلمات احفظوها وكرروها دائما: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. عندما قالها سيدنا موسى مباشرة فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءت الزوجة لعنده. إذن أيها الأحبة، الأهم من الدعاء النية، وأن تسلم الأمر لله عز وجل، أن تسلم هذا الأمر لله، والله سيعطيك أكثر مما تطلب. الشيء الثاني الإخلاص في العمل، وأن تدعو الله بإخلاص. الشيء الثالث أن يكون هدفك أو هدفك من هذا الزواج الذرية الصالحة وابتغاء وجه الله. الله ليس عاجزا أيها الأحبة أن يهب الزوج المناسب أو الزوجة المناسبة لمن يشاء وبلمح البصر. قدرته عز وجل أنه وهب لسيدنا زكريا وهو في الثمانين أو أكثر من عمره، وامرأته عاقر
وهبه الله سيدنا يحيى، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا الإله العظيم أيها الأحبة غير عاجز أن يرزق إنسانا يقول يا رب ربي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن أيها الأحبة هذا الدعاء مهم، والدعاء الثاني دعاء سيدنا موسى، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ندعو بهذه الأدعية. وقبل هذا الدعاء يجب أن نخلص النية لله عز وجل وننتظر أن يرزقنا الله الآخرة قبل الدنيا، وأن يكون هذا الزواج هو خير لنا من كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن حسنة الدنيا قال هي المرأة الصالحة، وقال المرأة الصالحة درع من النار، وقال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، يركز على المرأة الصالحة وليس على مجرد الزواج أيها الأحبة. كذلك الزوجة أو المرأة أو الفتاة يجب أن تركز على الزوج الصالح، الزوج الصالح الذي يكون سببا في دخولك الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الدار الآخرة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.